السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. معرض فني بعنوان إيقاعات الصحراء يجسد الواقع في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتراثية. حلقة عمل تناقش الحلول الناجحة للحفاظ على شجرة اللبان في ظل التحديات والأخطار التي تهدد البيئة. النحت على العظام هو فن إنشاء أشكال فنية تشتهر به نيابة تذهبون التابعة لولاية ثمريت. أهلا بكم. 20 لوحة فنية في الفن السريالي اقترب بها الفنان علي المرشودي من الواقع المعاش في البيئة العمانية الصحراوية وتفاصيلها الدقيقة اليومية المتمثلة في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتراثية. حمل المعرض عنوان إيقاعات الصحراء، احتضنه المركز العماني الفرنسي. إيقاعات الصحراء هي ترجمة لإحساس وانفعالات الفنان علي المرشودي، وهو يعبر بلوحاته عن ما يختزله من أفكار تتدفق من خيالاته الواسعة. لوحات تقترب بتفاصيلها من الواقع المعاش في البيئة العمانية الصحراوية مع شرح للعلاقات الإنسانية والاجتماعية والتراثية. 20 لوحة ضمها هذا المعرض رسمت على خطى الفن السريالي، أظهر فيها الفنان رؤيته وهو يعبر بلوحاته أن الصحراء حتى لو كانت قاحلة فإنها تضم في بساطها وصفحاتها وباطنها خيرات كثيرة وآفاق جميلة تنبض بالحياة. المعرض ضم أيضا التماثيل الفنية التي شكلت التجربة الأولى للفنان، وهي تحمل في ملامحها وألوانها وزخارفها تعابير مشابهة لنمط اللوحات الفنية. تحدثنا اللوحات والتماثيل هنا إذن عن ما تضمه البيئة العمانية بتضاريسها المتنوعة وما تحمله من تناغم مع جمال البياد الواسعة. في ظل التحديات والأخطار التي تهدد البيئة كالتصحر والرعي الجائر والاستخدامات غير الصحيحة للعديد من النباتات والأشجار في محافظة ظفار، باتت شجرة اللبان من النباتات المهددة، حيث تسعى وزارة البيئة والشؤون المناخية من خلال الورش والمحاضرات لوضع الحلول الناجحة للحفاظ عليها. تجسدت أهمية شجرة اللبان من خلال اهتمام العديد من الحضارات، حيث كان اللبان موردا اقتصاديا مهما لأبناء محافظة ظفار في الأزمنة الماضية، حيث ازدهرت تجارة اللبان في زمن الفراعنة والرومانيين وغيرهم في تلك الحقب لاستخدامه في أغراض دينية وطبية وعطرية. ما تقوم به الجمعية من خلال هذه الورشة وغيرها من الورش هي تصب في مجال توعية المجتمع في على الطرق المثلى للمحافظة على هذه الشجرة، وأيضا توعية المجتمع المحلي في سبيل الاستفادة المثلى من هذه الشجرة ذات القيمة الكبيرة. نظمت جمعية البيئة العمانية ورشة عمل حول مشروع دراسة وحماية أشجار اللبان، وذلك بفندق هيلتون بصلالة وسط حضور كبير من الخبراء والمهتمين بالبيئة. طبعا خلال هذه الدراسة تم تحديد 4 مناطق وتم تحديد أكثر من 180 شجرة لبان وتم دراستها بشكل مستفيض. طبعا الحين المرحلة الثانية اللي هي بدأت من 2015 وبغرض هو معرفة أو يعني نتائج البحث وتوعية المواطنين أو العاملين في هذا المجال، في مجال جني أشجار اللبان. وقد كانت تتم المقايضة بمحصول اللبان الذي يتم استخراجه من المناطق النجدية في ظفار مقابل التمور والأرز وغيرها من المستلزمات الأخرى
ويجلب اللبان على ظهور الإبل من المناطق البعيدة. بالنسبة لشجرة اللبان، شجرة اللبان كانت عندنا منتشرة في الوديان، 3 أو 4 وديان موجودة بكثافة، وكانت المواطنين المتواجدين من قبل 70 يعيشوا عليها، وفي وقت ما بعد 70 وفي عصر النهضة المباركة تركت هذه الأشجار للراحة، ولكن بدأ التناقص فيها بسبب عدم الأمطار وكذلك الرعي الجاير، وكذلك الحين بدأ فيها من سنوات قريبة الاستخدام القاشم اللي هو غير صحيح وغير منظم. أنا اشتغل اللبان هذا من 84 حتى اليوم، شغل يدي الحمد لله، حافظ على الأشجار وحافظ على المنطقة وحافظ على أي شجرة أحافظ عليها، خاصة اليهد الحمد لله الشكر. تعد شجرة اللبان معلما من معالم السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص، نظرا لأهمية اللبان في الحقب الزمنية المختلفة. سالم بن بخيت العامري، صلالة، محافظة ظفار. النحت على العظام هو فن إنشاء أشكال فنية بواسطة نحت عظام الحيوانات، وقد ينتج عن ذلك تشكيل فني للعظام. اشتهر هذا الفن في العديد من الحضارات حول العالم، وكان أحد أهم فنون عصور ما قبل التاريخ، وقد استخدم الفنانون والنحاتون العظام أيضا لتجربة تصاميمهم قبل تنفيذها على المعادن، وكانت تعرف بقطع التجارب، وهذا ما جعل هذه الحرفة مصدرا للإبداع. ذابون النيابة التابعة لولاية ثمريت، والتي تبعد عن مركز الولاية قرابة 30 كيلومترا، والتي شهدت نموا عمرانيا في الفترة الأخيرة. هدوء المكان وخيوط الشمس تبعث في قاطن النيابة الأمل والطمأنينة. بعيدا عن كل هذا، وفي الجانب الآخر منها، حيث مركز النحت على العظام الذي تم افتتاحه في عام 2010، ومنذ لحظة افتتاحه ما زال المركز يقدم منحوتات بطريقة احترافية. تم تخصيص مركز ذهبون، مركز النحت على العظام، وتم تدريب عدة متدربات في المركز، وكانت على مرحلتين، مرحلة تدريبية ومرحلة إنتاجية، وتم إنتاج العديد من المنتجات بأحجام مختلفة وكميداليات بأشكال متنوعة ومقسمات، بالإضافة إلى بعض الدروع والمكاحل. النحت على العظام هو فن إنشاء أشكال فنية بواسطة نحت عظام الحيوانات، وقد ينتج عن ذلك تشكيل فني للعظم. اشتهر هذا الفن في العديد من الحضارات حول العالم، وكان أحد أهم فنون عصور ما قبل التاريخ، وقد استخدم الفنانون والنحاتون العظام أيضا لتجربة تصاميمهم قبل تنفيذها على المعادن، وكانت تعرف بقطع التجارب، وهذا ما جعل هذه الحرفة مصدر للإبداع. بين الفكرة وسيل القلم والنقش على الورق تأتي أولى مراحل النحت، فقد استطاع هؤلاء النساء صنع أشكال مختلفة بعد فترات التدريب والتأهيل على أيادي خبراء، نتج عن ذلك الإبداع والتميز في تكوين أشكال مختلفة في هذا المركز. ولم تعد هذه الأشكال كقطع للتجارب كما كانت، بل أصبحت حرفة وعنوانا لإثبات مهارة وفن الأنامل العمانية إن وجدت البيئة المناسبة. نتج عن ذلك معرض متكامل يحمل في طياته لونا أبيض وتحفة لم يتوقع أن تكون هكذا. محمد بن سعدون بيت سعيد من نيابة ذهبون بولاية ثمريت، محافظة ظفار. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية، تتابعون فيها بعد قليل. شركة تايوانية تحول منتزه إلى لوحة فنية تحاكي لوحة ليلة النجوم للرسام الهولندي فان جوخ.
أهلا بكم من جديد. حولت الشركة التايوانية مساحة شاسعة تمتد إلى 53 هكتارا إلى لوحة فنية، نسخة من لوحة ليلة النجوم للرسام الهولندي فينسنت فان جوخ. الأرض التي كانت فارغة ملئت بأربعة ملايين زجاجة فارغة لتصبح متنزها طلق عليه بل أطلق عليه متنزه النجوم. في علوم الفيزياء تعرف المادة بأنها كل شيء يشغل حيزا من الفراغ، ولكن ماذا لو كان الفراغ نفسه يشغل حيزا من فراغ أكبر؟ فماذا يطلق عليه؟ مثل هذه التعريفات لا تتوفر إلا في قاموس الإبداع والفن وزوايا النظر المختلفة التي من خلالها استطاعت شركة يونيسون التايوانية أن تحول مساحة شاسعة فارغة إلى تحفة فنية مستنسخة من لوحة ليلة النجوم للرسام الهولندي فينسنت فان كوخ، بعد أن ملأت ذاك الفراغ بأربعة ملايين قنينة فارغة. نفكر في دمج فكرة حماية البيئة بالزجاجات الفارغة، وقد خلق هذا المنظر الطبيعي قطعة فنية مميزة حتى يعرف الجميع أن هناك زاوية أخرى للمشاركة في إعادة التدوير. هكذا إذن، عوضاً عن رمي الزجاجات الفارغة تم استغلالها لإنشاء متنزه جنة النجوم عند أطراف مدينة كيلونغ التايوانية. فالبهاء ليس حصراً على الأزهار والألوان والأضواء، ولنا في الفراغ جمال يا أولي الأبصار. تشهد العاصمة الأمريكية ازدهاراً متجدداً لموسيقى البانك في ظل تزايد إقبال الشباب عليها، بعدما كانت واشنطن لسنوات طويلة متخلفة عن مدن أخرى في البلاد في هذا المجال. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. تشهد العاصمة الأمريكية ازدهارا متجددا لموسيقى البانك في ظل تزايد الإقبال من فئة الشباب على هذا النوع الفني، بعدما كانت واشنطن لسنوات طويلة متخلفة عن مدن أخرى في البلاد في هذا المجال، خصوصا نيويورك. القطاع القائم للموسيقى حينها لم يلتفت إلينا كذلك الأمر بالنسبة للحكومة والشرطة في واشنطن بسبب انشغالهما بأمور أخرى، كما أن أصدقاءنا كانوا ينظرون إلى ما نقوم به باستخفاف. وقد ظهر هذا النوع الموسيقي قبل 35 عاما وهو يركز على الجوهر الموسيقي ومضمون الكلام الملتزم أكثر من أنماط الأزياء الغريبة، وشكل منذ ذاك مصدر إلهام لفرق من العالم أجمع. موسيقى البانك لن تختفي أبدا، ربما قد تتراجع شعبيتها في بعض المناطق وتتزايد في مناطق أخرى، وذلك يعتمد على مدى حب الجمهور لهذا النوع من الموسيقى وتفاعلهم معها. وقد تميزت ساحة موسيقى البانك في واشنطن خلال مرحلة البدايات بالتنوع، إذ كانت مساحة للقاء البيض والسود، كما اتسمت بحراكها السياسي والاجتماعي الذي جسدته منظمة مثل Positive Force التي تأسست عام 1985 على يد موسيقيي بانك، وهي لا تزال تقوم بأعمال خيرية. قامت بعض شركات التقنية في الصين بالسماح للموظفين بالنوم في مكان العمل، وذلك بقصد الحصول على الراحة اللازمة لبذل المزيد من الجهد. المزيد في التقرير التالي. النوم في الدوام فكرة مستهجنة من قبل أصحاب العمل، لكن بالنسبة لأصحاب بعض شركات التقنية الناشئة في الصين فإن هذا نمط معتاد لتمكين الموظفين من الحصول على الراحة اللازمة لبذل المزيد من الجهد في العمل. ويمكن هذا موظفي تلك الشركات من العمل من 14 إلى 16 ساعة يوميا وتجنب تبديد الوقت في المواصلات العامة. وهذا ما يفعله لو تشينيو الموظف بإحدى تلك الشركات، حيث توفر الشركة له ولزملائه أسيرة للنوم في العمل، مما يوفر عليه الذهاب يوميا من وإلى بيته الواقع في أقصى شرق ضواحي بكين.
بالنسبة لنا هنا فإن النوم في مكان العمل أمر طبيعي، لأنه كما يقول مديرنا فإن طموحاتنا توقظنا من نومنا ولا نشعر بالإرهاق. فيما يتعلق بعدم الذهاب إلى المنزل فإن الجزء الأصعب هو عدم رؤيتي لطفلي، وهو ما يشعرني بالحزن، لكن يجب على الرجال تحمل المسؤولية وتحقيق الإنجازات في العمل. وبحكم رئاسته لقسم العملاء فإن ليو لا يحصل على أكثر من 8 ساعات يوميا من النوم، لكن أصحاب العمل مثل وانغ تشين المدير التنفيذي لإحدى شركات إدارات وتقييم الأرصدة يرون أن النوم في العمل يدل على مدى اجتهاد ومثابرة الصينيين في العمل. الصينيون أضافوا المزيد من الروح القتالية لثقافة ريادة الأعمال بالتغاضي عن الإنجازات الفردية وتكريس الفرد لكل ما يمتلكه للعمل وتحقيق أحلامه وأحلام فريقه. هذه ثقافة تميز الشركات الناشئة في الصين. وبشكل عام فإن نوم الموظفين في مكاتبهم أثناء الدوام أصبح مشهدا معتادا في الصين، وزاد من ذلك ازدهار القطاع التكنولوجي في البلاد الذي أدى إلى وضع المستثمرين لضغوط على الشركات الناشئة لتتنافس فيما بينها. إذن من النوم في العمل إلى ختام هذه النشرة. معرض فني بعنوان قاعات الصحراء يجسد الواقع في العلاقات الإنسانية والاجتماعية والتراثية. حلقة عمل تناقش الحلول الناجحة للحفاظ على شجرة اللبان في ظل التحديات والأخطار التي تهدد البيئة. النحت على العظام هو فن إنشاء أشكال فنية تشتهر به نيابة دهبون التابعة لولاية ثمريت. من القناة الثقافية قدمنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام جولة في أخبار الثقافة. تقبلوا تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.